أنا لست ساحر لكني أذهب إلى السحرة من أجل أن أستفيد منهم، من أجل أن أصرف أحد أو أحبب أحد أو أفعل أي شيء، فما حكم ذهابي أنا للساحر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا، والعرافة والكهانة كلها من السحر، فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه، شوف الأول ما صدقه فقد ذهب، الثاني صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الطيبة وهذه المرأة الحبيبة الطيبة التي تذهب لهذا الساحر من أجل أن تعطف قلب زوجها عليها قد خرجت من الإسلام وهي لا تشعر. مصيبة يا إخواني، ولذلك يجب أن ننتبه، انتبهوا لهذا الأمر، الناس تساهلت فيه السحر.